نلاحظ هنا كوميتيتر تالف ويحتاج استبدال. حتى نستخرج بياناته لازم نشيل هذا الخيط حتى يبين عندنا الربط الأخير. هذا شكل الارميتشر بعد ما زالت الخيط، اصبحت الاسلاك واضحه. هنا نلاحظ انه الطبقه الاخيره اصغر من الطبقه القبل الاخيره، اذا هذا يبدي مفرد وينتهي مفرد. هذا هو السلك الاخير مرتبط بهذه النحاسه. سلك مرتبط بهذه النحاسة. هذا هو أول مجرى مسار لف من اليمين لليسار تجاه لف عقارب الساعة. هذه الجهة الأمامية الملف، الميل الأمامي صفر. هذا هو الميل الأمامي لأن هذه الجهة الأمامية الملف وهنا الجهة الخلفية الملف، فإذا كان الميل قريب إلى الجهة الخلفية فيكون ميل خلفي، أما إذا كان الميل إلى الجهة الأمامية فيكون الميل أمامي. طبعا هنا عندنا المجرى يقابل نحاسة. الآن نستخرج الأسلاك، نروح على الطبقة الأخيرة ونقطعها. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18. إذن عدد لفات كل طبقة هو 18 لفة.
0.41 يعني جيج 27. بعد تنظيف الارميتشر بهذا الشكل واستخراج المجاري، ناخذ احد المجاري ونحسب الاسلاك حتى نتأكد من عدد اللفات. في بعض الاحيان نحرق المجاري، ولكن هنا مستخدمين مادة لاصقة غير قوية، فذاك تتكسر بسهولة. 10 20 30 40 50 60 70 و 72 تقسيم 4 وساوينا 18 عدد لفات لكل طبقة. الآن استبدلنا الكوميتيتر التالف، الآن نثبت بيانات اللف. هذا أول جانب محلوم باللون الأسود، أول مجرى مسار اللف اتجاه اللف. هذه الجهة الأمامية الملف، الميل الأمامي 0. هذا هو الميل الأمامي 0. ننتقل للجانب الثاني اللي هو باللون الأزرق، أول مجرى مسار لف اتجاه اللف. الميل الأمامي 0. راح نبدي اللف ونبدي بالجانب الأول اللي هو باللون الأسود، ونربط بنحاسة رقم 1. عدد اللفات الأصلي هو 18 لفة، راح نزيد عدد اللفات إلى 20 لفة، أي زيادة لفتين إضافية حتى نزيد من عمر الأرميتشر. يعني هذا النوع من الأجهزة يشتغل لفترة طويلة، فأثناء العمل يسخن بسرعة، فلذلك نزيد عدد اللفات. نحسب 6، 1 2 3 4 5 6، السلك يدخل هنا، ونلف طبقة واحدة مفردة 20 لفة. نحاس رقم 2. ننتقل للجانب الثاني ونربط بنحاس رقم 1 ونروح إلى مجرى رقم 1 الجانب الثاني. 1 2 3 4 5 6، ولف طبقة مفردة 20 لفة. نحاس رقم 2، وننتقل نفس الوقت إلى الجانب الأول ونربط بنحاس رقم 2، نجد السلك ونرجع نلف ونروح إلى مجرى رقم 2 ونلف طبقتين كل طبقة 20 لفة. نحاس رقم 3، نرجع لطبقة ثانية في نفس المجرى.
ننتقل للجانب الثاني ونروح الى مجرم اثنين ونلف طبقتين، كل طبقة 20 لفة. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى، ننتقل للجانب الأول ونروح إلى مجرم ثلاث. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرم ثلاثة. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. ننتقل للجانب الأول ونروح إلى مجرم أربعة. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرم أربعة. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. ننتقل للجانب الأول ونروح إلى مجرم خمسة.
نرجع لطبقة ثانية في نفس المجرى. ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 5. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. ننتقل للجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم 6. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 6. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. ننتقل للجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم 7 اللي هو مجرى رقم 1 للجانب الثاني، ونلف طبقة مفردة أخيرة 20 لفة. ونربط النحاسة الأخيرة. وانتهي لف للجانب الأول. ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 7 اللي هو مجرى رقم 1 للجانب الأول، ونلف طبقة مفردة أخيرة 20 لفة. ونربط بالنحاسة الأخيرة. وانتهي لف للجانب الثاني.